الروح الإيجابية كان عنوان حفلة الفنانة نوال الزغبي في بيروت اللي أقيمت في أو كلاب، وأشعلت الحفل بمجموعة من أغانيها القدام والجداد، منهم بيلبق لك وألف ومية وعينيك كدابين. واختارت الفنانة نوال الزغبي أغنية حفلة عشان تفتتح بيها الحفل بعد نجاحها وتحقيق فوق ال 11 مليون مشاهدة على يوتيوب بعد شهر واحد بس من طرحها. هيدي الأغنية معمولة لكل مرة ما عندها ثقة بحالة، لكل مرة كيف بقول لك ممكن تهدر وقتها أو دمعتها على شخص ما بيستاهل، بتلبق للحياة. ونحن كامرأة منضحي كتير بحياتنا، بقى منستاهل الحياة الحلوة. وطبعا كالعادة شفنا الفنانة ماجي بغصن متواجدة لدعم قريبتها وصديقة عمرها الفنانة نوال الزغبي، وشفنا تناغم كبير بينهم في الحفل. وصل لصعود الفنانة ماجي للمسرح ومشاركة الفنانة نوال الغناء على أغنية ليالي. وده خلانا نفتكر الانسجام اللي شفناه بين الفنانة نوال الزغبي والفنانة سيرين عبد النور في حفل آخر، ولما سألناها أكدت إنه لا توجد أي خلافات بينها وبين أي حد. أنا ما عندي مشكلة مع حدا أصلاً، سيرين بحبها، أنا ما عندي شي مشاكل معها، بالعكس. وأنا يعني أي شخص موجود إن كان فنان أو غير فنان بتأهل فيه وبحبه وبتطور معه، يعني أنا كتير جنفي مع العالم. ما تفتكري؟ أما عن الخلاف الكبير اللي دار بين فانز نانسي عجرم وفانز نوال الزغبي عقب طرح الفنانة نانسي عجرم ألبومها نانسي تن ومنحها أحد المواقع لقب ملكة البوب. خلص وفلتك من إيدي، خبرت حدا هلأ قلت له إذا ابني كل يوم بيأكل قتلة من ابن الجيران، كل يوم بيجي مثلا مدمم أو عم يبكي، أخشي بقول له روح اضربه، حلو عني روح اضربه، شوف خذ حقك بإيدك. وطبعا كان لازم نعرف منها حضرنا ايه جديد. هلا حفلة وان شاء الله قريبا عم نحضر شي جديد، يعني في وقت حبك يا غالي تغير لي حالي.